بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ موضوع الكومبلكس نمبر. الكومبلكس نمبر اللي هو الأرقام المركبة أو الأرقام المعقدة. انتوا كما تعرفون انه الكومبلكس نمبر يتكون من جزئين، جزء الريال وجزء الإيماجينري. شلون راح امثله بالماتلاب؟ خلينا نفترض عندي رقم اللي هو خلينا نسميه أو متغير اسمه A. مين يتكون؟ يتكون خلينا نقول من شنو؟ من قيمتين اللي هي كومبلكس نمبر. القيمة الأولى هو 3 اللي هو الريال، والإيماجينري خلينا نقول 4. شلون راح أدخله؟ أدخله بصيغة هاي، راح أقول لك كومبلكس شنو؟ الريال 3 فارزة والإيماجينري 4. من راح أدوس أسد القوس، من أدوس إنتر شوف شلون راح يطلع لي، شلون مثل لي إياه. قال لي الأي يساوي لنا 3 كقيمة اللي هي شنو؟ اللي هي الريال، زادن 4 اللي هي شنو القيمة؟ اللي هي الإيماجينري. خليه يمه، خليه يمها اي. مثلا خلينا نقول عندي رقم ثاني اقدر ادخله القيم الكومبلكس نمبر بطريقه اخرى. مثلا خلينا نقول البي قيمته ناقص 1 الريال مالته وناقص 5 الايماجينري. اقدر شلون امثله؟ مو اللي اكتب كومبلكس، اقدر مباشره اقول له ناقص 1 ناقصا 5 اي او 5 جي. هو راسه راح يفتهمه، تشوفون شلون؟ راسه شخص اخذ انه الريال مالته هو ناقص 1 وشنو الإيماجيناري مالته؟ ناقص 5. شوف رأسا أخذه بدون أن أنه بدون أنه نكتب كومبلكس. فأكو طريقة للإدخال القيم، يا إما أقول له كومبلكس، يا إما أقول له شنو، يا إما أقول له مباشرة أدخل القيم مالتي. زين، هسه خلينا نفترض ناخذ شنو العمليات أو شنو الدوائر اللي تتعامل ويا الكومبلكس. اول شيء من الان عندي ارقام كومبلكس ورد اطلع فقط الريال مالتهم. شلون اطلع الريال مالتهم؟ من خلال داله اسمها ريال. مثلا اقول له ريال اي، من ادوس انتر شو راح يطلع عن الناتج؟ راح يطلع لي 3 اللي هو شو يمثل لي؟ اللي هو يمثل لي الايماجينري او العفو الريال مال اي. او مثلا اقول له ريال شنو؟ ريال بي، هم من ادوس انتر راح يطلع لي ناقص 1 اللي هو مثل الريال مال المتغير بي. زين، لنفترض هسه اريد الايماجينري، شو اكتب؟ اكتب ايماجينري اي ام اي جي، واكتب مثلا اي، شو راح يطلع لي هنا؟ يطلع لي الايماجينري مالت الاي. او اقول مثلا ايماجينري واكتب مثلا بي، شو راح يطلع لي؟ انت راح يطلع لي الايماجينري مالت من؟ مالت البي. بعد شنو الشغلات او شنو الدوال اللي ممكن نتعامل وياها؟ تذكرون احنا هسه من نكتب الاي هذا هو مكتوب بي من؟ بالريكتانجولار فورم. اذا اردت تحوله للبولار فورم اللي هو راح يكون قيمة وزاوية، شلون أحوله؟ أول مرة القيمة أو الماجنيتيود أقدر أطلعه من خلال الدالة أبسوليوت. فمن أقول له أبسوليوت الأي شو راح يسوي؟ راح يطلع للماجنيتيود اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الأول تربيع زائد الثاني تربيع تحت الجذر. نفس الشيء من أقول له مثلا أبسوليوت البي، نفس الفكره، هم راح يطلع لي شنو؟ راح يطلع لي الماجنيتيود مالته. اما اذا ردت اطلع الزاويه مالته فاي عاد شنو الداله مالته؟ داله انجل، انجل، واكتب مثلا المتغير. فهذا سوى طلع شنو الانجل. الانجل هو عباره عن شنو؟ عباره عن الايماجينري وتقسيم شنو؟ تان انفيرس الايماجينري على من؟ على الريال. فهذا هو. هسه واحد يقول مو انا من اخذ له تاني فيرس ما يطلع هذا الرقم اللي هو الانجل، صح. ليش؟ لان احنا حسب ما تعلمنا انه الماتلاب دائما يشتغل بالراديان. فمن اقول له انا الانجل مالت الاي راح يطلع لي اياه كقيمه مال شنو؟ بالراديان. لكن اذا تيجي تحوله الى ديجري شو تسوي؟ تقول الانجل مال الاي وضربه في ايش قد؟ في 180 على يمن على باي. من ادوس انتر راح يطلع لك بيمن بالدجري اللي هو 53. نفس المبدا من اريد اطلع الانجل مالت من؟ الانجل مال البي. هذا مالت البي، اذا وحد راح يطلع بالراديان. اذا ردت حوله اقول له في 180 اوفر باي راح يطلع لي قيمته بيمن بالدجري. بعد شنو الدوال؟ الكونجوكيت. الكونجوكيت مثلا نقول الكونجوكيت الاي راح يطلع لي نفس قيمه الاي، لكن شنو الكونجوكيت مالته؟ المرافق مالته اللي هو الاشاره اللي بالنص تكون شنو؟ تكون معكوسه. هنا ذني القيم او الدوال اللي ممكن نتعامل وياها بالكومبلكس نمبر. اما البقيه
فهي عاديه. مثلا اقدر اجمع كومبلكس نمبر وكومبلكس نمبر، مثلا اقول له اي زائد ام بي، راح يجمع ليها عادي. اذا تذكروا احنا بالجمع بالريكتانجولار فورم سهل، لكن مشكلتنا بالضرب والقسمه، كنا نحولها الى بلور فورم يلا نقدر نقسمه. هنا لا، مجرد اقول له اي في بي، ايش راح يطلع لي؟ راح يضرب لي اياها مباشره. او اقول له اي اوفر بي، او اقول له اي اس 2، عفوا ما حطيت الاثنين علي، اي مثلا اس 2. شوف كل الدوار اي اس 2 راح يطلع لي هذا الرقم. او اقدر اقول له اي او مثلا ساين الاي. كل الدوال نقدر نتعامل او تتعامل ويا من؟ ويا الكومبلكس نمبر. بما انه احنا دخلناه فاقدر اتعامل وياها ويكون سهوله. وبهاي الملاحظات احنا كملنا موضوع الكومبلكس نمبر. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم راح ناخذ الام فايل او السكريبت. بس قبلها لازم بالبدايه اكو بعض المعلومات لازم نعرفها، اللي هي شنو؟ اولا لازم نعرف، اذا تلاحظون هاي المنطقه اللي هو الكرنت فولدر، شنو هو الكرنت فولدر؟ الكرنت فولدر بي شكو فايلات، شكو فايلات موجوده بالفولدر اللي احنا مختاري اللي دا نشتغل به. زين، واحد يقول زين وين هو الفولدر اللي دا نشتغل به؟ هو هنا بهذا اللينك، تشوفون هذا هو الفولدر اللي دا نشتغل به. عادة هو يعطيني وشنو؟ يعطيني الفولدر مالت الماتلاب الرئيسي، لكن اني من اجي اريد اشتغل فما اخلي الماتلاب مالت الفولدر مال الماتلاب الرئيسي، لازم اني اسوي فولدر وانتقل اليه. اذا لازم هنا اليوم راح نتعلم شلون انتقل للفولدر. خلينا ناخذ اي فولدر اخر، مثلا خلينا نقول عندي اني هذا الفولدر اللي هو اسمه اس دي ار 1 موجود على الديسكتوب، اريد شنو؟ اريد ادخل اليه. لو تلاحظ ايش موجود بي بي مجموعه من الفولدرات او الفايلات مالت البي دي اف. شلون انتقل له؟ اكو طريقتين انه انتقل له. اول طريقه شلون؟ انه اروح على اليمن على الماتلاب، تشوفون هاي المنطقه اللي هنا، اروح على هذا اللي هو يمثل لي المكان مال الفولدر اللي هو براوسنج فور فولدر. من افتحه راح تلاحظون راح تطلع لي هاي الداله هنا، راح اجي ادور شنو؟ ادور وين الفولدر اللي انا اريده. راح ادور وين الفولدر اللي انا اريده، اللي هو من هنا اروح على اليمن، اروح على الديسكتوب، هاي الديسكتوب هنا، اروح على اليمن على الاس دي ار اللي هو الفولدر اللي اريده. ورا ما اختاره الاس دي ار ايش ادوس؟ ادوس سيلكت فولدر. ايش راح الاحظ؟ راح الاحظ انه هنا دا تلاحظون انه انفتح الفولدر مالتي اللي هو هذا، وبنفس الوقت راح الاحظ هنا انه الفايلات مالته طلعت لي وين؟ طلعت لي بالكرنت فولدر اللي هي الفايلات اللي انا رحت عليها اللي موجودات بهذا الفولدر. طريقه اخرى للانتقال، خلينا نقول انا رجعت لهنا مثلا، اريد ارجع له، طريقه اخرى انه شلون انتقل له؟ طريقه ثانيه انه ايش اسوي؟ اروح على الفولدر نفسه، اروح على اليمن على اللينك مالته اللي هو هذا، هذا هو اللينك مالته، بتشوفوه. ايش اسوي له؟ اسوي له كوبي لللينك. وراها ايش راح اسوي؟ راح اروح على الماتلاب. اروح وين؟ اروح هنا على اللينك هذا، اختاره، ايش اسوي له؟ الصق شنو؟ الصق اللينك هنا وادوس انتر. من ادوس انتر تلاحظون انتقل لمن؟ انتقل لهذا الفولدر. هسه احنا اليوم نريد نشتغل ان فايل، فايش راح نسوي؟ راح احنا نسوي فد فولدر جديد. هنا راح اجي اسوي فولدر جديد بهاي المنطقه، اوكي؟ راح اقول له نيو فولدر، وراح اسميه مثلا ثلاث امات كابيتال. ايش اسوي لهذه الثلاث امات كابيتال؟ راح انتقل لها. شلون انتقل لها؟ راح اروح على اليمن على الماتلاب، راح اروح على البراوسنج فولدر، اوكي؟ راح يطلع لي هذا، راح اجي على اليمن على الديسكتوب، وراح انتقل وين؟ راح ادور على اليمن على ذني الثلاث امات اللي هو طلع لي اول واحد، وايش اقول له؟ اقول له سيلكت فولدر. راح ينتقل له. لو تلاحظون هنا انه هذا الفولدرات فارغ كل شيء ما بي، لانه بعدنا ما نخليه بي اي فايل. نجي نعرف شنو هو الام فايل. الام فايل انا عاده قبل كنت اكتب اعازاتي او الكوماندز مالتي هنا وين؟ بالكوماند ويندو انا شفته، لكن هاي بالحقيقه هي مو صحيحه. هاي شو وقت نكتبها هنا؟ من عندنا شغلات سريعه مثلا اي زائد بي، 3 زائد 5، 4 زائد، الى اخره، خطوات كلش بسيطه نكتبها هنا. لكن لو عندي اني برنامج كبير، خلينا نفترض عندي برنامج كبير وكل ساعه اريد انفذه وارد غير رقم، مو كل ساعه اكتبه، لا، وين اكتبه؟ اكتبه في فايل.
بحيث هذا الفايل ينخزن بيش وقت ما اريد انفذ هذا البرنامج، بس اصوره للفايل مالتي. لو تلاحظون انه شلون اني ابني هذا الفايل اللي هو يحتوي او يخزن البرنامج اللي هو نسميه ام فايل او سكريبت، مين؟ من خلال هذا الايكون او المكان. تشوفوا هنا ايش مكتوب؟ هنا مكتوب نيو سكريبت، او تقدر تدوس نيو وتختار سكريبت، اثنيناتهم نفس الشيء. انا راح ادوس نيو سكريبت، ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي هذا اللي هو ايش مكتوب؟ مكتوب اديتر، وهنا مكان شنو؟ المكان اللي اكتب بيه شنو؟ الاعازات مالتي. مرات يطلع الان فايل وين موجود؟ موجود هنا من ضمن هاي المنطقه، نفس الشيء. وين ما كانت خليه نفس الشيء، خل اجي انا خليه بهاي المنطقه. هسه هنا ايش راح اسوي؟ راح اكتب مثلا اي خطوات عندي. شنو الخطوات؟ دائما اول اعازين او اول تو كوماند تكتبها بالان فايل هو سي ال سي. شنو فائدته؟ فائدته يمسح الشاشه، خاف اكو شيء شيء قديم مكتوب بالشاشة، فسي ال سي يمسحها. ونكتب شنو؟ نكتب كلير اللي هو فائدته شو يسوي؟ فائدته يمسح شنو؟ يمسح شكو متغيرات موجودة عندي. زين. هسه أني من كتب الذنية خلينا نجي مثلا نلاحظ، خلينا نسوي له ران كبداية. خلي أجي أنا أكتب هنا أي شيء كان مثلا، أي شيء كان كتبت راح أسوي ران أشوفه صدق يمسح هذا لو لا، أو خلي أكتب هنا مثلا إكس تساوي لي 5. شوف هسه عندي متغيرات هنا وعندي هنا شغلات بالشاشه، اريد اشوف من اقول له رن يمسحها. شوف انتبهوا كل زين، شوف المنطقه مالت الرن، الرن هو هذا، هاي المنطقه هذا هو الرن. من ادوس رن شو يطلع لي؟ راح يطلع لي شغله مهمه، دي يقول لك شنو؟ ما يقدر هو يسوي رن اذا ما يخزنه، اذا ما يخزن الفايل. فانا بالبدايه كنش انطي، كن انطي هنا شنو؟ اعطي هنا اسم للفايل، فمثلا اسميه مثلا اي اي اي، راح اقول له سيف. ما راح اقول له سيف، هو ايش راح يسوي؟ راح راسا ينفذه. شوف من نفذه سوى مسح هاي المعلومات اللي هنا ومسح الفاريبل، مسح المعلومات والفاريبل، وبنفس الوقت خزن لي شنو؟ خزن لي هذا الفايل على شكل شنو؟ على شكل ام فايل. وين؟ بالفولدر اللي انا اختاريته اللي هو 3 امات. لو اجي هسه علي من على الفولدر هاي 3 امات دبل كليك، الاحظ انه انا خازن لي فايل اللي هو اكتب بيه البرامج مالتي سماه 3 ايات اللي هو انا خازنه هنا بيه. اجي هنا مثلا خلينا نقول انا سديت هذا، اجي باحث البرنامج ما موجود، قبل شوي قبل فتره او قبل من كنا نكتب هنا، من تسده يروح؟ هسه لا، هسه مخزون هنا، بس ادوس دبل كليك عليه راح شو يسوي؟ ينفتح لي مخزون موجود بيه. هسه مثلا اكتب اي شيء يعجبني، مثلا اقول له مثلا الاي تساوي مثلا 5، انتر. البي مثلا يساوي لي 10، هنا مثلا اقول له السي تساوي لي مثلا اي في بي. اوكي؟ هسه من ادوس ران شوف شلون راح يتنفذ، شوف ايش كتب لي؟ كتب الاي يساوي 5، البي يساوي 10، والسي طلع الناتج مال الضرب مالته. شو هسه هو تنفذ مباشرة. هسه اذا اردت امسحه من اريد انفذه من جديد بس ادوس رن. تلاحظون خلي اجي هنا بس اقول له رن راح يتنفذ ويطلع لنا النتائج. اكو طريقه ثانيه، خلي اقول له سي ال سي واقول له كلير هنا مسحتهم. شوف اكو طريقه ثانيه بالتنفيذ، مو الا ادوس رن هنا، اكتبوا لي مو الا ادوس هذا الرن، مو الا ادوس هذا الرن، مو الا ادوس. اكو طريقه ثانيه اللي هو شنو؟ مجرد فقط اكتب اسمه هنا، شو اسمه هو؟ 3 ايات، مجرد اقول له اي 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 انتر، راسا شو يسوي؟ راسا ينفذ لي. فهذا هو فد مختصر عن شنو؟ عن الام فايل اللي هو عباره عن شنو؟ عباره عن برنامج. اوكي؟ هذا البرنامج اخزن به الخطوات اللي اريد انفذها، بالتالي راح تكون مخزونه عندي، واي خلل بسيط يصير عندنا من السهوله انه ايش اسوي؟ من السهوله انه اغيره. وبهاي المحا... بهاي المعلومات راح تنتهي المحاضره عن الام